ببيروت بلش هالاسبوع بيروت ديزاين ويك، رح نشوف شو هو بالتحديد مع ساندرا ماكارون اللي هي احد العارضين والعارضات بهالمعرض، اذا فينا نقول يلي عم بيكون عم موجود بكل بيروت مش بس بمكان واحد. اهلا وسهلا فيكي ساندرا. هاي كاتشا. قبل ما نتعرف على شغلك انت كفرنتشر ديزاينر وانت اركيتكت كمان، خلينا نتعرف شوي على بيروت ديزاين ويك. أكيد هي بيروت ديزاين ويك عم بتصير هلأ هالجمعة، هي كناية عن كل الديزاينرز تبع لبنان اللي موجودين ببيروت أكترية كونسنتريتد أكتر، يعني بين صيفي ومرم خايل وجميزة وأشرفية، كل واحد بيفتح بوتيكته بالليل بيعمل وركشوب بيعملوا إيفنتس بيجيبوا عالم بيعملوا كولكشنز جديد، سو إتس فيري لايفلي. إنه التنين كان الأوبنينج وكان عن جد بجنن هالسنة، كل العالم هيك محمسة ونزلت، كان الأوبنينج ببيروت سوكس بعدين صار بصيفي وكل العالم نازلة عن جد بحماس. So this is mainly it. وهي هالجمعة عم بتصير لحديد نهار السبت. ديزاينرز يعني بأي مجالات؟ كل المجالات. يعني في فاشن ديزاينرز، في جولري ديزاينرز، في فرنتشر ديزاينرز، اكسسوارز، حتى انتيريور ديزاينرز مثلا عملوا ايفنتس بسنترال، عملوا مثل ايفنت لا ديزاينر، يعني كلهم هيك متحسة متضامنين سوا وكل واحد بيشجع الثاني بهالايفنت. عم تعرضوا يلي عندكم ولا عم تعملوا كولكشن سبيشال؟ يعني هي مالي انا مثلا كان عندي كولكشن جديده سو اي لونشت ات بي اندر ذا فريم ورك اوف بيروت ديزاين ويك، بس حسب يعني كل واحد حسب بركي مثلا عالم ما كان عندهم قصص جديد عملوا مثل ورك شوب سو بتفوتي بتشتغلي بالايد انت معهم بيفسروا لي كيف الاشياء بتصير من الكرييشن لحديد ما توصل لل تصميم المفروشات. يعني انت اركيتكت اصلا؟ انا انتيريور ديزاينر انتيريور اركيتكت بالاخصر، بعدين تخصصت باللايتنج ديزاين بنيويورك وكمان عملت مثل سبيشاليزاسيون بباري بالبرودكت ديزاين، سو عندي شوي هيك هالخليط. واول ما رجعت من نيويورك بالغلط صرت فتت انه صرت عم بعمل دي بروجي دانتيريور وصرت عم بشتغل عم بصمم الفرنتشر كمان وصارت تكبر هاللاين، ومن بعدها وقت صرت فرنتشر صرت احس انه العالم عم بتحب قصص الصغار كمان انه اتس ايزي ثينكس تو باي، سو كمان فتت بالهوم وير اكسسوارز سو صار عندي لاين للهوم اكسسوارز، وهلا بلشت شيء جديد هي اكثر ميتال لاين اكثر هيك اندستريال، بحب كل يعني كل كولكشن جرب استعمل ماتيريال جديد، بقى بالاول استعملت شوي بلكسي بعدين استعملت خشب وهلا هيك اتس مور ذا اندستريال ميتاليك كولكشن. خلينا نشوف بعض صور، نشوف البعض من اعمالك اللي كمان هلا معروضه. وين الشوب؟ انا عم بعرض عند خواتم خواتم بتباريس، وكمان عملت له لانه هو بيشتغل جولري عملت له كمان بيس اوف جولري كمان لاحقه مع الكولكشن. اكزاكتلي سو هدول لانه اشتغلت الميتال مثل كين الكناج اللي بيذكر كرسي الخيزران القديمه بس ان مودرن واي لانه كمان معموله من حديد، واستعملت اسمها بيرد كيج الكولكشن يعني هي مثل شوي مثل قفص. هيدا الايفنت كان امبارح كان عن جد I thank everyone لأنه عن جد كان كتير مهضوم والأمبيانس كانت بتجنن. وهيدا عندي كمان بالكولكشن كرسي موجودة وفي ستولز وفي فلور لامبس وتيبل لامبس وهن كلهم معمولين إذا بتنتبهوا من كمان أجان هيدا البرفوراسيون التراديشنال، وهي شوي بيشم إنه بالفكرة هي ليه سميتها بيرد كيج لانه بتشبه القفص بس اون ميم تون هي شوي بتشبهنا نحن كانديفيدجوالز انه بتحسي حالك فري اند ايفريثينغ بس عندك السوسيتي يلي عم تخترع لك هال اوبستكلز والباريرز يلي معمولين اكثر من تراديشنال هي انه الفخوتي سو وهي كمان اذا بتشوفوا اللامبس كل وحده محطوطه بوزيسيون بتبين كمان لي سنساسيون تبعنا يعني اوت وير هابي وير ساد ان ذيس وورلد يلي عرفتي شوي محدود مثل ساندرا كيف بتراقبي الكواليتي تبعول؟ يعني بس نقول فرنتشر في كواليتي معينه لازم تكون هيدا اصعب شيء عن جد يعني بفتكر كل الديزاينرز بيوافقوا معي انه وقت تبلشي تشتغلي مع المان دوفر اللبنانيه عن جد بيعذبوك كثير وقت توصلي على الفينش المضبوط يعني بدك تعملي شي 100 بروتوتايب توصلي اخر شيء على يعني بيشيبولي شعرات راسك بالاخر بس at the end you get results بس you need to really work on it.
بتدرسوا هالتكنيك؟ يعني بتدرسوا كيف الكواليتي بدها توصل تكون لا صحيحة؟ بس انه هي بالعكس يعني بالاخر الفيني يعني اذا the finishing is exactly how you want it خلص بتكوني وصلتي. هلا ابار في شغل البروبورشنز بيكون اول شيء مثلا اول بروتوتيب بيطلع مش فريمان مثل ما كنت تخيلتي سو بيتغير along the way وان ميم تايم بتشتغلي على الفينيشينج تيطلع. شفنا اكثر من نوع ماتيريال عم تستعملين، اذا قلنا فرنتشر مش عم نحكي خشب، عم نحكي عن كثير انواع ماتيريال عم تستعمل حسب شو، حسب الفكره ولا كمان حسب لشو عم يستعمل هالبرودكت؟ هي يعني اذا بدنا نقعد عليها شيء يعني واذا بدنا نعرضها شيء ثاني واذا لكن لا مش نيسيسيرلي. يعني انا قبل مثلا اشتغلت بالبلكسي وحتى انه بلكسي ما حدا بيتخيل يقعد على شقفه بلكسي، سو عملت كستولز منه وعملت طاولات منه وامامته عملت قصص صغار مثل تريز الحديد ذات الشيء. يعني ما بتتخيلي مثلا على كرسي او على مثلا اكسسوري ما بتتخيلي، بس انه اي تراي تو بالعكس تو مولد انه جربت غير ماتيريالز بافيد ديفرنت. بالفرنتشر في فاشن مثل ما في فاشن بالتياب ولا لا في كرياتيفيتي حسب كل هي فيها كرياتيفيتي بس ان ميم تون بلا يو جيت انفلونس سم وير بلا ما تحسي بتفوت شوي بالترند مثلا هلا بدك كثير ترجعي لورا تاخذي كل الاشياء القديمه ما هي وتجدديها. يعني انا مينلي اكثر هدول الفكره، يعني دائما في خبريه من ورا الشغله اللي بعملها، فيها شيء بيذكرك شوي بالتشايلدهود ميموريز بالتيتا سو نو اتس ا ستوري تيلينج فينالمون. وهيك يعني كل كولكشن رح تكون مختلفة عن الثانية أو كمان رح يكون في سيجنتشر معين؟ بفتكر في شيء بينسقون، يعني عندي دائما مثل ما قلتي هيدا هيك الفينتج تاتش اللي بيذكر شوي بالقديم بس دائما with a twist. في عندي شيء هيك بيقولوا بيلقطهم او بيكمشهم in a same style بس الماتيريال بغير انه عرفتي بيعطيهم توش غير بيعطيهم ان توش اكثر رف اكثر اندستريال او اكثر فن هيك بلو جلوسي او خشب اكثر وورم سو هي اكثر بالماتيريالز بس في ايه السيجنتشر شوي بفتكر هي الباترنز والبلاي اوف باترنز. ساندرا نحن ماركت قوي لهالنوع من الديزاين قوي بأي ناحية يعني نحن كجمهور لبناني بنشتري هيك أي إشياء بنركز عليها إيه ويحب الأشياء غير شكل يعني لبناني كتير بيحبوا بيحب دايما هيدا فكرة القديم والجديد سوا مخلوط وحتى برا كتير عم بيحبوها لأنه فيها هالتراديسيون هالكوتيل بيذكر شوي بالتراديسيونات تبعنا اللبنانية العربية سو حتى بلاد عربية كتير بيحبوها وحتى بلاد برا يعني حتى بأمريكا عندي كلاينتس إنه كتير بيحبوا هالستيل. ديزاين ويك لأمتى باقي؟ للسبت لنهار السبت. يعني شو بيميزوا عن غيره؟ رح تبقى بعدين معروضه في منهم ايه يعني هي كل واحد بالشوب تبعه بس هي ايفنتس مثل ما قلت لك يعني في ورك شوبس في وانا عرض اغراضي يعني عند خواتم لاخر الشهر. في بفتكر كثير عالم هيك عاملين لانه انا ما عندي باي معنى يعني كيف عمليه ورك شوبس يعني مثلا في عده ديزاينرز جايبين مثلا ماشينات 3D سو فيك تروحي انت تحطي يور شو عندك فكره تعمليها 3D تشوفي الماشين كيف عم تعمل لك. في كثير اشياء مهضومه عن جد وفي توكس كثير انترستينج. لا عن جد هالسنه شابو. عاده اي ساعه بيكون الكلاينت هو اذا يو تشيك اونلاين في ايفنتس من الصبح لعشيه okay. بس مينلي ايفنتس بالليل من 6 لل 10 اونلاين على اي سايت هو بيروت ديزاين ويك. بيروت ديزاين ويك بس انا كمان تشيك ماي سايت اذا بتحبيتوا غراضي واذا في اذا بدكم فيكم تشوفون كمان يلي هو السايت ساندرا ماكارون دوت كوم. اكزاكتلي اهلا وسهلا فيكي ساندرا. ثانك يو كاتيا ميرسي. مشاهدينا واقفه ومنتبهه لايف.